السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم البنات في قناة أمل ألمانيا، وكنتمنى تكونوا دائما في صحة جيدة. اليوم إن شاء الله غادي نشارك معكم وصفة رائعة وبنينة وسهلة، كذلك سهلة التحضير. يمكن لك توجديها للوليدات ديالك، يعني في فاش تكوني زربانة ولا ما عندكش الوقت طويل ولا كثير، تقدري تحضريها لوليداتك، يعني خفيفه وسهله. وصفه التورتليني غادي نصايبها ان شاء الله بالشامبينيو، غادي نصايبها بالدجاج، بستر الدجاج، هي رائعه وكتجي زوينه، ونصايبها كذلك بلاكريم فريش. تابعوا معي ان شاء الله الطريقه وطريقه التحضير والمقادير ان شاء الله. اول حاجه بالنسبه للمقادير، غادي نحتاجوا ان شاء الله التورتليني كما كتشاهدوا في الصوره، كنشريها جاهزه، كيكون فيها لي زيبيناغ وجبن الريكوتا، فيها كذلك السبانخ لداخل، وكيكون فيها الجبن، يعني انا كنشريها جاهزه. وضروري تكون فيها هاد العلامه الخضراء ديال الفيجيتاريش، الا ما كانتش فيها هاد العلامه يعني كيكون فيها يعني دهون حيوانيه، ولا كتكون فيها عزكم الله الحلوف، يعني كيكون فيها، يعني ردوا البال، راه كاينين بزاف الانواع كيتباعوا يعني ما كيكونوش حلال، خاصكم ضروري تكون فيها هاد العلامه ديال فيجيتاريش، يعني هي اللي كنخدم بها انا. اي حاجه ما كتكونش فيها هاد العلامه ما كنخدمش بها. وغادي نحتاجو كذلك الى الشامبينيون، من الاحسن يكون طري، يعني كيجيبها بنينه احسن من المعلب. انا يعني كيعجبني نستعمل هاد اللي كيكون طري، صراحه بنينه كيجي معاها اكثر. هي اللي كنكون غير زربانه كناخذ المعلب. غادي نحتاجو كذلك الى واحد البصيله صغيره مشلضه، قطعه صغيره. وهنا غادي نحتاج شويه ديال الزعتر غير للتزيين، شويه ديال الملح يعني على حسب الذوق، وشويه ديال القزبر المعدنوس بالترسيل، وهنا غير البزار والثوم بودره، وواحد جوج ريوز ديال الثومه. يعني هادو هما المقادير اللي غادي نحتاج. غادي نحتاج فيها غير جوج ريوز ديال الثومه، وهنا صدر الدجاج يعني غيبقى على حسب القياس اللي بغيتو نتوما، يعني صدر الدجاج مقطع، شوفوا نتوما القياس اللي بغيتو ديال صدر الدجاج ضيفوه ليها. يعني هادو هما المقادير اللي غادي نحتاج لها، غادي نحتاج لها شي مقادير يعني كثيره، يعني ساهله ودغيا كتوجد، ما فيهاش مقادير كثيره بزاف. غادي نحتاج كذلك الى 3 المعالق ديال زيت الزيتون اللي غادي نشحر فيها ديك البصيله، وغادي نحتاج تقريبا الى جوج علب ديال شلاكزانا لاكريم فريش من وزن 200 غرام، يعني غادي نحتاج جوج من هاد شلاكزانا لاكريم فريش، كتجيبها رائعه. اول حاجه كناخذ واحد المقيله وكنوضع فيها تقريبا جوج معالق ولا 3 ديال زيت الزيتون، وندير فيها هذيك البصيله، نخليها كتشحر مزيان، يعني نشحرها مزيان حتى كتبلي البصله مزيان. كنضيف ليها تقريبا معلقه صغيره ديال بودره الثوم، وكذلك الثومه اللي درت صحيحه حتى هي نضيفها، وهنا الملحه، يعني غير الثومه والملحه، ونخلي هذيك البصيله تشحر مزيان، يعني كتشحر مزيان حتى كتدوبلي البصله وما كتبقاش قاسحه. وهنا كناخذ المعجنات ديالي ديال التورتوليني، كما كتشاهدوا كتكون عامره من الداخل، يعني كيكون فيها لي زيبيناغ وكذلك الجبن، كما كتشاهدوا الشكل ديالها، انا كناخذها جاهزه. المهم من بعد ما كنوضعها في الطنجره كنحاول بعدا نفتحها، لانها كتكون ملتصقه مع بعضياتها كما كتشاهدوا، يعني ما خصهاش تكون الحبه ملتصقه مع الحبه. وكنضيف لها تقريبا معلقه ديال زيت الزيتون، يعني باش نخليها ما تلتصقش مع بعضها، ونضيف لها شويه ديال الملحه وصافي، يعني غير الملحه وزيت الزيتون. كما كتشاهدوا الشكل ديالها، كنحاول نفتحها لانها كتكون ملتصقه، يعني حاولوا تفتحوها ما تخليوهاش ملتصقه مع بعضياتها، باش من الطيب طيب متفرقه، يعني الا كانت الا طيبتوها وهي ملتصقه كتعجن. وهنا كنحاول نطيب الماء تقريبا شي اتر ديال الماء، وكنخوي عليها، ومن الاحسن نخوي الماء في الجنب ديال الكميله، يعني ما نخويش عليها مباشره، كنخوي في الجنب ديال الكميله، يعني كنعمر عليها غير شويه ديال الماء، وكنخليها 10 دقائق تسلق، يعني ما تكثروهاش تخليوهاش تسلق بزاف، غير 10 دقائق كما كتشاهدوا، غادي نخليها تسلق. وهنا البصله من بعد ما دبلات كما كتشاهدوا كانت كتشحر مزيان، خليتها في الجانب. انا غادي نمشي معكم مرحله مرحله، يعني كنطيب وكنسلق، يعني نمشي معكم في المرحله ديالي كيفاش كنوجدها. هنا من بعد هذاك صدر الدجاج كما تشاهدوا قطعته، يعني واخا كان في الكونجيلاتور وكان كلاصي،
يعني كنقطعوه هو مثلج، يعني باش كيعطيني الشكل ديال هذاك الدجاج، كيعطيني مقاد المربعات مقادين تيكونوا نفس القياس. انا كنفضل انني نقطعوه هو في الكونجيلاتور حسن ما كنقطعوه هو مازال طري. كما كتشاهدوا هنا قطعت ضفت له هذاك الدجاج، وغادي نشحرو مزيان مع هذيك البصيله اللي خليتها كتشحر قبيله مع الثومه، يعني غادي نخليها تشحر مزيان حتى هي كذلك. هنا من بعد ما تشحرات كما كتشاهدوا يعني كيدبل هذاك الدجاج، وهنايا التورتليني ديالي غير كتنفخ، يعني كنراقبها غير ملي كتنفخ صافي كنطفي عليها، يعني ما كنخليهاش طيب بزاف ولا كتغلى. يعني كما كتشاهدوا الحجم ديالها يعني الضعف، صافي كنزولها من فوق البوطه. هنا خليتها كتسقطر، يعني غادي نخليها كتسقطر وغادي نمشي نكمل. كما كتشاهدوا هنا خليتها كتسقطر، وهنا غادي نمشي نقطع الشامبينيون. كما كتشاهدوا انا قطعته كنقيه، اول حاجه هو خاصو كيتنقى لانه هاد الشامبينيون الطري ضروري ما نقيوه، وكنقطعو هكا طويل. كما كتشاهدوا كنقيه كنحيد له هاد الجلده، ضروري ما نقيه ونحيد له الجلده ديالو الفوقانيه، وكنحيد له هادوك الجوانب اللي كيكونوا في الجنب مغطين هذيك الكحوليه حتى هما كنحيدهم. كما كتشاهدوا هاد الجوانب اللي لتحت كيبان لكم مغطين ديك الكحوليه، ضروري نحيدوهم، هادو خاصهم يتحيدوا ويتنقى، يعني غير هادشي خاص يحيد هاد الجنب هنايا ويتقطع طويل، يعني كنقطعو. هذه هي الطريقه اللي كندير لها الشامبينيون. من بعد يعني هذه الطريقه اللي كندير له، ضروري تنقى مزيان كما كتشاهدوا الطريقه اللي بديت كنحيد لكم القشره باش نبين لكم اللي كتحيد بكل سهوله غير بيديكم، كتحاولوا تقطعوه يعني ما كتحتاجوش الموس ولا شي حاجه، غير بيديكم كتنقيو كتزولوا هذوك الجناب باليد ديالكم صافي كتقطعوه بالموس. هنا من بعد ما دبلت ليا البصيله وداك الدجاج كذلك تشحر، غادي نضيف له شويه ديال العطريه، لا ماشي العطريه، غادي نضيف له لا كريم فريش اللي قلت لكم كنضيف جوج ديال لا كريم فريش، يعني الكريمه السائله كتعطيها واحد المذاق رائع، وكننسمها غير بشويه ديال البزار، يعني ما كنضيفش ليها منسمات بزاف صافي غير البزار، وكنخلي هذيك هاد البصيله وهاد الدجاج كيتشحروا مزيان، وحتى كتعقد ليا هاد الكريمه صافي غير كتعقد الكريمه كنغطي عليها وكنخليها حتى كتعقد. يعني الطريقه راه ساهله، يعني هذاك البصيله كتشحر مع الدجاج وكنضيف لها لا كريم فريش وكنخليها نغطيها كما قلت كما شفتوا كنغطيها وكنخليها تشحر تغلى مزيان، يعني حتى كتغلى هذيك الكريمه. هنا من بعد الشامبينيو كما كتشاهدوا يعني غادي نمشي نشحرو بوحديتو، غنضيف له حتى هو كذاك شويه ديال الملحه وشويه ديال البصل ونخليه كيتشحر بوحدو مع شويه ديال الزيت، تقريبا شي معلقه صغيره ديال الزيت اولا الزبده ديال الطبخ اللي بغيتو، يعني الا بغيتو ديروا زبده ديال الطبخ اولا الزيت، ونخلوه يتشحر بوحدو كنشحرو مزيان حتى كيدبل، يعني ما كياخذش معكم شي وقت طويل، تقريبا هي دقيقه ولا جوج دقائق صافي هو كيتشحر. كما كتشاهدوا هو دغيا كيطيب، راه ساهل يعني طري دغيا كيطيب، يعني الطريقه سهله. هذا كنشحرو دغيا في جوج دقائق واحده كيتشحر، والبصله والدجاج حتى هما كنتسنى هذيك الكريمه تعقد. كما كتشاهدوا غادي هكا كتغلى صافي كتبدا تغلى، وكنضيف ليها يعني كتعقد واحد شويه، وكنضيف ليها هذيك التورتليني. كما كتشاهدوا بدات كتعقد لي الكريمه، يعني كنخليها عندها تغلى مزيان وتشحر حتى كتغلى، يبدا كدير الفوقات، وكنضيف ليها هذيك التورتيليني ديالي، يعني سلقتها موجوده مقاده خليتها كتسقطر، من بعد كنضيفها بشويه بشويه وكنخلط الخليط كامل. كما كتشاهدوا يعني ما كنخليهاش طيب بزاف، ضروري ما تخليوهاش طيب بزاف، لان لا طابت بزاف هذه الا سلقتوها بزاف يعني كتولي معجنه، غير واحد 10 دقائق ما كاملاش، تقريبا غير 10 دقائق مادام درتي لها الماء طايب، يعني تخليها غير تبان لك تنفخات صافي كتزولها من فوق البوطه. هنا من بعد ما ضفتها غادي نخلطها مزيان بهذيك الكريمه والدجاج، يعني كنحاول ندخلو فيها غير بشويه باش ما تعجنوهاش، يعني هكا كما كتشاهدوا الطريقه. من بعد غادي نضيف ليها الجبن، انا ما ذكرتوش في المقادير نسيتو، ولكن ضروري تضيفوا لها هذا الجبن، يعني الجبن الاحمر لانه كيعطيها واحد المذاق واحد التعليكه زوينه. وكنضيف ليها داك الشامبينيو اللي شحرت بوحديتو مع الزويته وشويه الملحه والبصل، كنضيفوا ليه من الفوق وكنخلط الكل شيء. يعني هذه الطريقه راه سهله وهي واجده، يعني ما فيهاش شي تعقيدات ولا شي مقادير يعني كثيره صافي، كنخلط غير بشويه يعني كنحاول باش ما نعجنهاش، وكنضيف لها واحد شويه ديال القزبر والمعدنوس، اما تضيفوه طري اولا تضيفوه
معلب. يعني ضفت لها انا هنا من بعد شويه ديال الزعتر شويه ديال القزبر والمعدنوس وخلطتها وتقدميها بالصحه والراحه لوليداتك. يعني سهله ما فيهاش شي تعقيد او لا شي طريقه صعيبه، سهله وكتجي بنينه ما تشبعوش منها، بالاخص مع داك الجبن اللي كتضيفي ليها دابا في الاخير. يعني راه صافي حيدتها من فوق البوطه ما بقيتش كطيب، يعني غير كنخلط فيها صافي راه طفيت على البوطه. هنا كما كتشاهدوا الشكل النهائي ديالها كتجي زوينه مع داك الصدر ديال الدجاج ومع الشامبينيون، وهي كذلك فيها لي زيبيناغ لداخل كيكونوا بنان، وفيها الجبن كذلك لداخل كتكون بنينه وكتجي لذيذه وكطبق يعني طبق خفيف وساهل تقدميه لوليداتك. كتعجب صراحه الوليدات، يعني تقدري تصيبيها ليهم وهما قبل ما يجيو من المدرسه، توجديها لهم للغدا يعني ولا توجديها كذلك للعشاء لوليداتك، صراحه زوينه. كنتمنى يعني نتوما ردوا البال لا تاخذوا شي وحده اللي ما كتكونش فيها ديك العلامه الخضراء، يعني كتكون ماشي حلال، ضروري تشوفوا اللي كتكون فيها فيجيتاريش، يعني هي اللي كتكون يعني ما كيكونش فيها، كتكون نباتيه. وكنتمنى الطبق ديال اليوم من الاعجاب ديالكم، وبالصحه والراحه، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.